السلام واضح، معكم عبد الرحيم 27 سنة ومتعايش مع نقص المناعة المكتسب. J'ai contracté le VIH par une relation sexuelle non protégée. Le VIH, mais qui est que je me suis dit, je me suis dit, كيفاش تحلم شنو هو الفياش وكيفاش كتهز الفياش وشنو هما الاشياء اللي يمكن لك تحمي راسك من الفياش. جمعية محاربة السيدة كدير واحد لي فوكس جروب ديال الاشخاص المتعايشين، تنكونوا كنهضروا على المعاناة ديالنا، كنهضروا على الاشياء اللي كنحسوا بها، وهذيك التشارك الخبرات والتشارك وتقاسم الحياة عطاني القوة أنني نشاركها، وكذلك بتأطير مع دي ميدياتريس ثيرابيوتيك قالوا لي شنو هما الميساجات اللي خصني نقول، كيفاش نقدر نقولها، وصافي الحمد لله مشيت قلتها للعائلة ديالي و سيتي بوزيتيف و سيتي نيجاتيف، يعني ماشي كلشي ديا غوز، ولكن الحمد لله. الوغ لي ميديكامون كيما قلت بانهم موفرين من وزاره الصحه، كتعطيهم دواء وزاره الصحه في المغرب فابور، وكذلك التكفل الكامل بالاشخاص المتعايشين من تحاليل من رعايه صحيه. ما كنظنش بان السيده مجرمه في البلاد العربيه ولا العالم العربي، ولكن هي عليها واحد الستيغماتيزاسيون، واحد الديسكريميناسيون، ولا واحد الوصم والتمييز اللي كبير كيكون باقي مشحون ومحقون بوسائل الاعلام اللي كيستعملوا الفياش ولو سيدا كماده دسمه في المنشورات ديالهم، يا اما اللي جلب النقرات دي فاسون بروفوكاتيف بارفوا. كنخاف انني نموت وما نخليش شي ليغاسي ورايا، ما كنتش درت حتى شي حاجه اللي تفكروني بها الناس. سي توي اتان دو في اش راك عارف بان ما كاينش ما غاديش نموتو بالفي اش. شنو اللي كيقتلنا هو لا ستيغماتيزاسيون. الا بغينا نحيد خصنا نكثروا الهضره على الفي اش، خصنا نكثروا الهضره على لو سيدا. يعني ماشي ما قلتلكش انها تبان في التلفازه ولا تبان في شي حاجه اخرى، ولكن في المحيط ديالك حميو ريوسكم. هذه شي حاجه اللي ضروري خصنا نقولوها لكم، يعني الفو توجور اكزيجي لو بريزيرفاتيف، ولا كاينين وسائل وقايه ثانيين. اوعوا ريوسكم، اقراوا على الموضوع وسولوا اسئله، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم. ابونيفو ا واضح.